انت عايزه ايه مني؟ ماشي، انا هروح دلوقتي الرشا واقول لها ان احنا متجوزين. عارفه بقى لو اتكلمت في الموضوع ده هعمل ايه؟ هطلقها واطلقك معاها. لا لا ارجوك يا حماده، بلاش حكايه الطلاق دي. انا راضيه يا سيدي، راضيه بالوقت الفتفوته اللي انت بتديهوني عشان اشوفك واتملى من جمالك واقول لك بحبك يا حماده بحبك. ايوه بس الجواز مبني على التفاهم، الجواز مبني على العدل والرحمه، المفروض نخش في مشاكل بعضينا، المفروض انت توقفيني على رجلي. ما انت واقف على رجلك اهو. لا مش توقفيني، يعني تبقي ورايا، يعني وراء كل عظيم امراه. انت رايحه فين؟ عشان اوقف وراك. مش ورايا، مش المعنى ده اللي انا اقصده. الجواز يا حبيبتي مبني على المسؤوليه، يعني انا وانت نخلف بيبي، اشيل البيبي، يعمل عليا بيبي، نستحمل الحاجات دي. انت فاهمه الجواز مبني على ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اسمتي اسمتي السودا. انا افتريت. مش كده؟ افتريت. ما لو كانت نيتك حلوه كان ربنا واقف جنبك. ايوه ربنا واقف جنبي، صراحة ربنا واقف جنبي كتير، بس جوزي ما وقفش جنبي. جوزي أول واحد لما لقاني أنا يا دي النيلة على الحالة اللي بتجيلي. كمان أهلا يا بابا. هي ماما فين؟ ما جاتش مع حضرتك ليه؟ اتهجمت عليا وشتمتني وهزقتني وعملت فيها عمايل ما تحصلش، ما اعرفش راحت فين دهر. يبقى اكيد عملت حاجه زعلتها. والله ما حد عارف مين اللي مزعل التاني، هي ولا انا. حصلت تكون غضبت. مش معقوله اكون غضبانه وهو عريسك جاي بكره. خص عليك يا ماما. يعني انت عايز تعمل لي اقناعات ان احنا هنستريح من تفيده النهارده؟ يا مريكا مش اقناعات ولا حاجه، مش اقناعات، دي ست مجنونه والله، والله مخها ضارب. تصوري الولية تغضب وعارفة ان عريس بنتها جاي بكرة عشان يقرأ الفاتحة. بص بقى، البيت هيبقى من غير اي احساسات، من غير تفيدة. تعرف يا عبدو، انا اصلي اخدت على جنوناتها وعلى الزنباليط بتاعتها. والله ست طيبة، تفيدة طيبة وقلبها بفتة بيضة، لكن العيب اللي فيها ان لسانها سابق قلبها، سابق عقلها. عارفة دي لو تقدر وتعرف وتركز وتعرف الكلمة اللي هتنطق بيها كانت تبقى مفيش أحسن منها. طب عشان خاطري يا عبدو ممكن تقول رأياتك فيا؟ رأياتي فيكي ده كلام برضو تقوليه؟ خبر يا مريكا، كمان انت عارفة انت الجائزة، انت البلسم، الجايزة اللي ربنا عطاها لي عشان يعوضني عن جوازة الست دي. بس برضو فيك عيب يا مريكا، خواجاية مش بنت بلد زينا. يا زلوم، هما الخواجيات وحشينات؟ ما بقولش وحشينات ولا حاجة، هتولقي ثاني انت الأخرى. انتوا مش وحشينات بس انتوا خواجات، يعني انتوا حاجة واحنا حاجة، لكم عاداتكم ولينا عاداتنا، لكم تقاليدكم ولينا تقاليدنا، يعني احنا شرق وانتوا غرب، عشان كده بنختلف. لا يا عبدو، اولا انا باسبوري مكتوب فيه ان انا من مولودات اسكندريه، يعني انا بنت بلد منكم. ايوه يا ستي، ما انا عارف، بس برضو الاصل يغلب، اصلك تحت جلدك. ايوه يعني مهما نسيتي برضو خواجاية. طب وده بيعمل لك مضايقات يا عبودي؟ والله انا ساعات ابقى متضايق منك وساعات ابقى مبسوط. طيب قول لي بقى، ايه هي الحاجات اللي بتخليك متضايق مني؟ يا ستي اسلوبك في تربيه فاطمه بنتنا، والله البنت كده ما اعرفش، لا 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 لا، ضربه في اوروبي كده، ده اللي مضايقني منها ومخليني قلقان. ايه بقى اللي بنتك عملته في غلط علشان انت تبقى متضايق؟ انت ناسيه ولا ايه؟ ناسيه انها جابت لي الواد وتقول لي بحبه وعاوزه تتجوزه. وايه يعني ما تحبه؟ اولا الولد ده كويس خالص، وما دام هو كويس ليه انا اقف قدام حباتهم؟ مفيش حاجه اسمها حباتهم، مفيش حاجه اسمها حباتهم، احنا عندنا في العيله لو واحده عملت كده تتكسر رقبتها على صدرها. طب ما هي بنتك زينب بتحب برضو. ايوه معلش، بس كنت شاكمها وكنت موريها النويل،
ما كانش تعمل كده ولا كده، انما ما جيت انت بقى واختلطت بيكم بقت على فرنجر اخرى. ايوه على فرنجر. شعقول يا عبدو، انت عايش لسه بدماغاتك بتاعت زمان زي ما باباتك ومامتك ربوك، انت عايز تربيهم زيك انت كده بالظبط. ما ينفعش، ده غلط. اسكتي. غلط ايه؟ اسكتي. الغلط قال. اه يا زمان، اه يا زمان، اه يا ماما، اه يا بابا، اه يا بابا، اه يا ماما، وعالعيلة وحلاوة العيلة والعادات الحلوة والأدب والاحترام. الصغير يحترم الكبير. أمال كنا عيلة كده كده. تصدقي بالله أنا مرة أبويا دخل عليا وأنا بشرب سيجارة حطيتها في جيبي، اتشوى وركي وركي بقى، بقولك لحمة طالعة. ما قلتش آه، خايف من أبويا. طب بلاش دي، عارف أبويا ده كان لما اسمع صوته من بقى العيلة كلها، مش العيلة، البيت كله والسكان، لما يسمعوا صوت أبويا جاي يترعبوا من الخضة. آه تقولي لي زمان، شوفي المفعوصة دلوقتي بنتك اللي جاية تقولي بحبه يا بابا، عايز أتجوزه يا بابا. يا حبيبي يا عبودي يا كاتيكاتي، البنت بتاعت زمان مش زي البنت بتاعت دلوقتي. بنت زمان كانت في سجن عند بابتها وباباها، قاعدين في بيت ما يبوسوش من الشباك. يا حبيبي البنت بتاعت النهاردة بقت خلاص فتحة تعمل زي ما هي عايزة. في دلوقتي تلفزيون، في دلوقتي الدش، احنا يا حبيبي في عصير بتاع الكمبيوتر. مش عقولة يعني. انا عايزة اقولك زمان ما كانوش بيشوفوا مرتطاتهم. لو انت كنت شفت مرتطاتك قبل ما كنتش اتجوزت الست دي، جامي ابدا يو خالص. دلوقتي بقى ليه انا اقف قدام بنت وبنتك علشان هما بيحبوا؟ خليهم علشان يعملوا شركات ويعيشوا مع بعض في حب وفي هناء. سكوتي اسكتي على كده، انت مالكيش في الجمل الكبيره. يعني لما تقعدي معايا ما تتكلميش معايا جمله كبيره لانك بترطني على طول. العصر بتقولي عليه عصير؟ عصير يا شيخه اسمه عصر. وبعدين بنتك لسه صغيره، عيله لسه، مش متفتحه للحياه، مش فاهمه الحياه. انت غلطان يا عبدو، لو انت قعدت مع بنتك هتبقى مبسوط قوي قوي قوي. والله يمكن، الله اعلم. الواحد بقى مش عارف راسه من رجليه في العصير اللي احنا فيه. عصير ايه؟ عصير ايه لخبطتيني؟ في العصر اللي احنا فيه. قومي اعملي لي كوبايه عصير. يعني بالمختصر المفيد سقطوك يا تفيده؟ ايوه يا فوزي سقطوني، وانا رحت معاه زي الهبله بسلامه ني. لا إله إلا الله، ما هي طيبة قلبك دي اللي هتوديك في داهية، هي اللي مخليها راكب ومدلدل رجليه. لكن لا، أنا مش هسكت له، أنا حرفع عليه يجي 100 قضية. أخ 100 قضية حسرة، يعني معنى الكلام إنك جاية غضبانة دلوقتي. أيوة يا فوزي، أنا ماليش غيرك، ربنا يخليك ليه وما يحرمنيش منك أبدا. بقولك يا تفيدة، تفيدة حسك عينك يكون ضحك عليك بكلمتين ناعمين ولها في القرشين تمن البيت. لا 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 لا، الشهادة لله، ما خدش مني ولا مليم. ده أنا بهبلي وطيبة قلبي وخيبتي رحت دفعت عربون أوضة نوم جديد، قال إيه؟ عشان أنيمه نومة هنية. على العموم النهار له عينين، احنا نخش الليلة دي بقى نمدد ونريح دماغنا شوية، وبكرة الصبح بإذن الله اللي يريده ربنا هو اللي يكون. إلهي ما تحرم منك يا فوزي، يا رب يخليك ليا يا رب. تفيدة. نعم تفيدة. نعم. أشوط فيه وعلى ضمانتك يا تفيدة، ولا ترجعي تنخ تاني وتخلي رقبتي زي السمسمة؟ يا لهوي يا فوزي، شوط فيه ولا ترحموش. ايه يا رشا؟ ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ عايز حاجة؟ لا ابدا، بس بيجهزونا الحساب عشان مسافرين بكرة. حساب؟ مسافرين ليه؟ ما احنا هنا مبسوطين قوي ومرتاحين. في ايه؟ لا معلش انا مخنوق شوية، البلد هنا مش مستريح. لا انا عايز اروح شرم الشيخ. الله، حلوة شرم الشيخ. أوي. نروح يا ريت شرم الشيخ. باذن الله. طب اديني بس فلوس اسوي الحساب وهحصلك على طول. طب يا حبيبي انا جايه لك اشوف حاجة. اوكي.
الحساب من فضلك، هسافر بكره في اول طياره. ايه يا زينب انت هتفضلي قاعده كده لغايه امتى؟ ما تفرفشي بقى. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ده ايه الكآبة والنكد اللي انت قاعده لي فيه ده؟ ده انت المفروض النهارده تعملي فرح والليله، ده انت عريسك جاي النهارده عشان بابا يشرب معاه الشربات. كان نفسي ماما تكون موجوده معايا في اليوم ده. يعني هي هتروح فين يا زينب؟ ما كلها يوم ولا اتنين وهترجع تاني. هين عليا اروح اجيبها تحضر معايا قرايه الفاتحه على العريس. اليوم ده كان نفسها فيه من زمان. طب تصدقي دي فكره؟ طب ايه رايك اننا نروح نجيبها وتفرح معانا؟ يا ريت، بس انا خايفه طنط بريكه تزعل مني. يا ستي دماغك بقى ما تزعل ولا تتفلق، احنا مالنا احنا؟ ايه يا ليلى؟ انت نسيتي انها مامتي ولا ايه؟ وبعدين ما تنسيش ان هي سبب في الجوازه دي. افهم من كده ان انا لو رحت جبت ماما طنط مريكه هتزعل مني وتقلب عليا وتعمل فورتينه وتخلي بابا يبوظ الجوازه. حقها دي تبقى حوسه، يبقى انت فعلا ما تصالحيش ماما. اعمل ايه بس يا ربي؟ امر لله. على عيني غيابك يا ماما في اليوم ده. رشا هاي، ازيك يا روشة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. امال بتتمشي لوحدك؟ امال احمد بيه فين؟ احمد راح يحاسب الاوتيل. هتحاسبوا ليه؟ انتوا ناويين تمشوا ولا ايه؟ اصل احنا زهقنا من هنا، قلنا نغير بقى ونروح شرم الشيخ. هتروحوا شرم الشيخ؟ والله فكرة. تعرفي انا ممكن اقايس واجي وراكم. طب ورانا ليه يا روحي؟ ما تيجي معانا. لا يا رشا اعذريني مش هقدر، لازم استنى البي بتاعي، بس اوعدك اول ما يوصل اجي وراكم على طول. وعد يا شوشو؟ طبعا وعد يا روح شوشو. طب بقول لك ايه، اول ما توصلي شرم الشيخ كلميني بس على الموبايل عشان اقول لك احنا نازلين في انهي اوتيل. اوكي؟ طبعا. باي يا حياتي. باي يا روح. باي. بيت امي لفرجك يعني بتهرب مني ورايح شرم الشيخ؟ يعني بعيد دي. نفسيتي يا عم ما تشيلش همك ماشيه معاك. ايه غير حلاوه بس انت تقفلي كده ما تزعلش. ايه ما تحبش حد غيرنا؟ ايه اتعلمت الشقاوه وهي ماشيه معاك. العريس وصل يا جميل وقاعد مع بابا في الصاله. يا عيني اشوفه بقى. ثانيه ليلى ليلى. لا لا بابا لو شافنا ملهوفين عليه بالطريقه دي ممكن يزعق لنا. بس استني. عريسي طبعا احلى احلى عريس يعني. مريكا. ايه مريكا؟ كل واحد بيشوف عريسه بعينيه هو وبس. انا لو شفت عريسك هطلع لها في بقى القطط الفاصه. انا بهرج انا بهرج يا زينب. انت عريسك لم الحكايه والبتاع. ألف مبروك يا حبايبي. ياما يا بنتي ياما يا بنتي، ربنا يكون معاك يا بنتي. ده ايه ده؟ يا ساتر عليك. ده قاعد زي ده حياكم شبرها. قاعد زي الكاتب المصري لا بيتكلم ولا بيتنايل. هو ساكت ليه؟ اصل معلش مكسوف شويه. مكسوف؟ هو ده جيل الكسف، ده جيل شايل برقع الحياة. والله يا عم انت ظالمني. انت رفضني حتى من قبل ما تشوفني وتعرفني. يا عم اعرفك ايه؟ ده انت مقرر عليا من ساعة ما شفتك. وانت يا حد انت عاوز معرفة؟ انت اكيد عريس ملط لحيلتك، لا شقة ولا وظيفة، وجايلي بجاحة وبقلب جامد بتطلب ايد بنتي. خلاص بقى هبدو حبيبي، مش احنا حلينا المشكلات دي كلها؟ وبعدين هو خلاص مسافر بكرة عند بابا في اسكندرية وحيستلم الوظيفات بتاعته الجديدة. ادعي لها، ادعي لست مريكا، ادعي لها واشكرها. دي ساعة لغاية ما جابت لك وظيفة وجابت لك شقة. والله لولاك يا مريكا الجوازة دي ما كانت هتتم ولا تشوف النور. نتكلم بقى في الشبكة والمهر اللي انتم ممكن تجيبوه. هاتوه، اللي مش هتقدروا تجيبوه احنا ممكن نجيبه. يعني احنا كمان نعرف الاصولات كويس قوي، وبعدين احنا مش بنعمل تجارات في ولادتنا. مريكا لا 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 لا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ايه ماله يا عبدو بقى؟ مش خلاص حبيبي كل حاجه ممكن تنفع؟ من فضلك علشان خاطر مريكا حبيبتك ها نقرا بقى الفاتحه. خلاص يا مريكا نقرا الفاتحه. ربنا يكرمهم يا رب ويزيدهم من نعيمه يا رب، ونفرح بيهم وبعيالهم وبعيال عيالهم وعيال عيال عيالهم. الفتحة بس.
زينبه يا حبيبتي خلاص بابا بيقرا فاتحه بره. الحمد لله مبروك يا حبيبتي. يا رب عقبال يا رب. قريب ان شاء الله. وعقبالنا كمان. عقبالنا كلنا عقبال ما نطلع من البيت اللي كله نكد دون. بنت ايه الكلام ده؟ انت لسه صغيره. الله الله يا احمد. الله يا حبيبي على المكان الحلو ده. ايه المنظر الجميل ده؟ شفتي مكان كله هدوء احلى من المكان بتاع المره اللي فاتت. فعلا يا حبيبي ربنا يخليك. باذن الله هنقضي فيه شهر عسل يجنن. يا حبيبي بحبك قوي يا احمد قوي. وانا كمان. الو احمد. احمد ايه ده؟ جيتي امتى؟ ايه المفاجاه اللي تجنن دي؟ مين؟ مين يا رشا؟ تفتكر مين؟ بابا؟ لا يبقى ماما. لا 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 امال مين؟ مدام شريفة. ايه؟ صار؟ مفاجأة حلوة قوي. مفاجأة حلوة مش كده؟ طبعا طبعا. ايه شيري؟ طيب يا حبيبتي خدي كلمي خدي كلمي حبيبتي. حلوة يا شريفة. ازيك يا شريفة؟ الله يسلمك يا حبيبي وحشتني خالص خالص. ايه رايكم نورتوا المكان دقيقه واحده وهبقى على رقبتكم. انت تقعدي على راسنا من فوق ده لو ما شالتكيش الارض نشيلك جوه حبابي عينينا. الله يخليك. مبسوطه الحمد لله لسه واصلين. ايه هيجي جوزك معاكي؟ طب الحمد لله كويس عشان نبقى اربعه انت وجوزك وانا ومراتي. جوزك بيحب يصطاد سمك عشان هناخده جوه نخليه يصطاد درافيل وحوت. لا بهزر يعني سمك نصطاد سمك. حاضر حاضر يا حبيبي. ما تتأخروش. مع ألف سلامة. مع السلامة. ايه يا حبيبي مالك عمال تجز على سنك كده ليه؟ انت متضايق انهم جم ورانا ولا مش معقول يا رشا؟ دي انسانه غلسه قوي لازقه كده كل ما نروح مكان لازم تيجي وفي ايه ده؟ في ايه بتضحكي ليه؟ عايزه نبقى لوحدينا يا روحي. طبعا يا حبيبتي عشان نعيش احلى ايام عمرنا مش شهر عسل. ما تبقاش بالراوي بقى وبعدين جوزها جاي هتقعد معاه وتتصاحب عليه وما هيس مع بعض احنا في الاربعه. جوزها ايه اللي زي دي؟ ملهاش جوز. اللي زي دي ليها جوزين اكيد. مش ممكن دي انسانه غلسه قوي. بحبك وانا بموت فيكي. بحبك قوي. طب يلا بينا بقى عشان نشوف السويت. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. هاتي استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا رب. اعمل ايه؟ مالكم يا اولاد واقفين فوق دماغي ليه؟ واحدة زي فرق لوز والتانية زي قرضة قطع. عايزين ماما يا بابا. لا الكلام ده ما يتقالش. مش عاوز اسمعها الكلمة دي تاني. انا ما صدقت انها مشيت من هنا. عاوزينها ترجع عشان ترازي فيا. يا بابا يا بابا انا عايزاها تيجي تحضر معانا عشان تفرح بعريسي. عندها ما فرحت. دي عجينة عكنانة والبعد عنها غنيمة. انت كذوب بقى يا عبدو عشان انت عارف كويس قوي ان البيت ملوش اي احساسات من غيرها. يا سلام وحشتك قوي يا بنت خريستو. طبعا انت مش هتصدق ناني خالص بس بجد البيت ملوش اي طعمات خالص من غير تفيده. والنبي بقى مش وقت ترقيه قبل ماريكا. جبت لنفسك كلام يا ستي. طبعا انتوا مش مصدقينني خالص خالص بس بجد بجد البيت من غير تفيده زي الشوربه من غير اي ملحات. اهي جات الملح. اهي جات يا ست. افتحي لها عشان تعملي عليها شوربه. سيد عبد الحميد الرهوان موجود. كلم يا عبدو. في ايه؟ في ايه؟ عسكري؟ يا بابا ياما يا ولادي ياما يا ولادي ياما يا ولادي. حصل اول مره اجيب عسكري انا بشوفه في القط انا بشوفه في البيت. كده. ايوه ايوه. لا مفيش حاجه مفيش حاجه يا ولاد. الله مالكوا في ايه؟ اسكتوا. الله بس يا بنت فؤاد بس في ايه؟
ايوه نعم. تحضر للنيابه الازبكيه بكره الصبح الساعه 8. النيابه خير ان شاء الله. العلم عند الله. تفضل انطينا بالسلام. حاضر. معلش في ايه؟ مالي؟ في ايه يا ولاد؟ مش فاهم. عادي عادي عادي. انا بمضي كل يوم في القطر 100 تذكره. اتفضل. شكرا شكرا شكرا. ايوه ايوه. الورقه دي فيها ايه يا بابا؟ 100% الست امكم جرجراني بشكوى على النيابه. طب انا عايزه اعرف الفضلك يا عبدو ليه كل وجع الدماغات دي ما تروح لها وبدل الشحطتات دي روح صالحها. لا ما اروح لهاش. هشوف اخوها هناك سبع البرومبا هنط في كرشه ان شاء الله. خلاص. طب نروح نجيبها احنا يا بابا. اخلصي توهية. مفيش حاجه اسمها تروح انت وهي. خلاص انا امرت. انا هتصرف. انا هبعت الست اللي اسمها سعديه تروح لها بتعرف تتكلم معاها وبيتفاهموا مع بعض وتقول لها ان بنتك هتتخطب تعالي افرحي معاها. فعلا يا بابا الست سعديه هي اللي لازم تروح لها لان خاله ده لو شافنا لساني متبر منه هيقعد يشتمنا ويبستف فينا. كده ابن خالي امين شرطه هاخده معايا النيابه. اهلا اهلا. هاي ازيك يا مدام شريفه؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ معقوله حظنا حلوه كده واوضتك جنبينا؟ تصوري. قولي لي جوزك جه من السفر؟ جه هلكان يا دوب اتحدف على السرير. يا حرام خليه يرتاح بقى شويه. كلمي مين؟ دي مدام شريفه جوزها جه من السفر. اهي جنبينا اهي في البلكون. هاي. ايه رايك يا استاذ احمد في المفاجاه الحلوه دي؟ الثانيه واحده لما اعرفك على جوزي محمود. تعال يا حبيبي اتعرف على اصحابنا الجداد. الو. اهلا 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 وسهلا. اهلا بيك. ده انا كان نفسي اتعرف عليكم من كتر ما شوشو كلمتني عنكم. اه افتحوا الباب عشان اتعرف على الاستاذ. ايه ده رايح فين مش دلوقتي؟ الراجل تعبان وعايز يستريح. ما ينفعش يا رشا ما ينفع. لازم اتعرف عليه رجاله مع بعض. بعدين بعدين الجو جميل اتفرجي على الجو. ها وانا شغل رجاله مع بعض دي جميل. روح. اخوها. اه طبعا. امال ايه اخوها اهو وادي بطاقه. روق الاناني. اناني ايه يا استاذ؟ اناني ايه؟ انت هتبيع ولد؟ وريني شوف اخوها ولا مش اخوها. هاي الله ده اخوكي. فيكوا شبه من بعض. اهلا 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 اهلا. شبهك وشبه بعض سبحان الله. بس انت دم خفيف لطيف. يا يا طب ليه بتعملي فيا كده يا حبيبتي؟ عشان تبطل تفرزني بغيظك زي ما بتغيظني. يا ابو سبتي دي رشا. لو شفت دورهم اخويا. اخويا اخوك ايه؟ طب قولي لها اي حاجه. او لا اي حاجه ليه؟ خليكم طبيعيين كده عشان ما يبانش علينا اي حاجه. طب ايه اللي احنا متجوزين عشان ما تفكرش؟ اه خليك طبيعي خليك طبيعي. لذيذ لذيذ دمك شربات شربات. وايه كمان؟ اهلا اخويا. اهلا. ايه يا
بيحصل؟ ده في دوشه سامعاها. احمد يجري. ايه يا احمد؟ معقوله انت لطيف لطيف لطيف؟ ايه يا احمد مالك حبيبي خارج بتجري كده ليه؟ شوفها كده وراح تتخانق. لا ابدا يا حبيبتي، انا كنت بس بلحق انقذ الموقف. قصدي يعني اتعرف على محمود بيه. محمود بيه جوز شريفه هانم. اهلا يا استاذ. اهلا بيكي. فرصه سعيده. الحمد لله على السلامه. لطيفه جدا. اهلا بيكي. بس ايه حبيبي مالك؟ مالك يا عمري بقيت منفعل كده على طول؟ منفعل وبتجري في ايه؟ لا ابدا، بس هو يمكن تغيير الجو، عشان جينا هنا وركبنا طياره فاختلاف الجو بيعمل خنقه في الاحاسيس. لا لا يا جماعه، الموضوع مش كده خالص. رشا انا مضطره اقول لك الحقيقه. إيه؟ استحملي يا رشا. رشا انا عارفه ان انت قلبك كبير، استحملي احمد بيه شويه، لان دي اكتشافات شهر العسل يا ماما، لكن لما هتقعدوا مع بعض شويه هتعرفوا طباع بعض. وبالمناسبه السعيده دي عشان اروق لكم دمكم، انا عازمكم النهارده على اكل سمك تجنن. يا روح قلبي نصيحه كده، بلاش النهارده، خليها وقت تاني. يعني يا استاذ محمود لسه جاي واكيد انت عايزه تقعدي معاه. لا لا لا، مش لازم نسيبهم مع بعض. قصدي يعني احنا لازم نقبل الدعوه عشان خاطر. ايه رايك يا حبيبتي؟ شوف زي ما انت احمد بيه بيتكلم صح. لان انا ومحمود قدمنا، لكن انتوا لسه بالسوليفان، لسه بشوكم. هي بيجي لها حالات بس فاهمه دلوقتي. حبيبتي ما تروحي تغيري. اغير لبسك. لا ما انا كده زي الفل يا حبيبي، مش هغير، انا هخرج كده. لا يبقى المكياج بقى، انا مش واخد بالي. الروج لا، في تراب مطرح ما اتنقلتي من اوضه لاوضه. طبق التراب. استني بقى تراب. بصي يا تراب خالص. طيب هروح اظبط نفسي وخمس دقايق اكون عندك. يلا بابا نفض وشي وتعالي. هتوحشيني. يلا هتنفض وشها وتيجي. مشيت. ماشي. على فكره يا استاذ محمود، انا عاوز اشتكي لك من اختك، مضايقاني ومخنقه عليا خالص. انا برضو اللي مضايقاك ومخنقه عليك خالص. انا برضو اللي رحت اتجوزت واحده عليك يا استاذ. طب خلي شويه عليكي وشويه عليا. ايه انت هتغني لي؟ انا مش عارف انت اتجوزت عليها ليه، مع انك متجوز ست الف من يتمناها. ظروف يا محمود بيه، هبقى احكي لك عليها بعدين. بعدين ايه ظروف ايه؟ يعني بعدين بعدين، مش قدامه يعني. ولا قدامه ده اخويا. وبعدين بالرغم من كده يا محمود انا مقدره ظروفه قوي، بس يعني يديني حقي. والله واخده حقك اكتر من كده، بس انت اللي عناديه شريره. انا شريره؟ لا اقصد يعني منفعله. انا منفعله؟ لا يعني بتخنقيني. انا مخنوقه؟ انا اقول ايه طيب بعد كده؟ ما تقولش اي حاجه، ما تقولش اي حاجه. انا مقدره ظروفك كويس قوي وحاسه بيك كويس قوي، بس انت اللي لازم تقدر ظروفي. انت اللي خلقت الجو ده. لو كنت اتجوزتيني على سنه الله ورسوله بالشكل الكويس اللي قدام الناس عشان اهلك ما يعضونيش، يبقى خلاص كانت الجوازه دي تمت بهدوء. انما انت خلتيني اتجوز غصب عنك. يا سلام يا سلام يا سلام، ادخل في عيني يا واد، ادخل في عيني كمان وكمان. انا برضو اللي عملت كده واللي خلقت الظروف دي. بالعكس انا 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 مقتنعه جدا، بس هو اللي جري من ورايا وراح يتجوز واحده تانية وكان عاوز يطلعني يا محمود. انا جريت وراه وبقيت اتكفى كده على وشي وانا بجري وراه عشان ارجعه تاني اهو. ايوه ما تعمليش كده، ما انا شايفاه. طب عايز اسالك سؤال مهم قوي بالمناسبه، يعني انت حامل ولا بتعملي كده عشان تورطيني؟ ها مش هريحك، خليك كده على نارك. بس يبقى انت مش حامل. هاي برضه مش هريحك. مش ممكن تكوني حامل، لان اهل جوزك لو شافوكي وانت باظت ممكن بقى ياخدوا منك العيال وياخدوا منك الورث كله وترجعي تاني سوق الخضار. فاكره؟ فاكر يا جرجير، ما انتوا صنفايه واحده سوق الخضار. صنفايه واحده؟ انت ما تعرفش ان انا بروكليس ساعه، ان انا عناديه. وبعدين ايه سوق الخضار ده يا حبيبي اللي انا هقعد فيه؟ لا 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 لا، انا دلوقتي على مستوى انا ممكن ابيع خضار بتاع ثلاجات بس يا حبيبي. فتح كويس وشوف انت بتكلم مين. يا جماعه بطلوا نلف في بعض شويه. محمود بيه ابوس ايدك لو سمحت، خد البوست دي وطيرها على مصر. انا اتخنقت. لا لا لا، انا قاعده هنا على قلبك لطالون. دي رشا يا جماعه، لازم نضحك ونتبسط كاننا قاعدين. ها انا اللي هفتح. انا ارجوك ابص ايديك يا شريف. هدوا نفسكم. ايوه حياتي. انا جهزت يا ميدو. روح قلبي. الله، مش ممكن. ايه الموديل اللي يجنن ده؟ حقيقي لذيذ. لحقتي تغيري؟ موديل ايه؟ وانا غيرت هدومي خالص. امال في حاجه بقى فيكي متغيره يا روح؟ الروج مغيرة الروج، سمعت؟
خراشي سي عبدو، سي عبدو بشحمه ولحمه بيخبش عليها الباب. ايه الهنا ده؟ اتفضل خشي سي عبدو، خشي. زاد فضلك يا ست الكل، والله انا جاي ومكسوف منك. الوليه المجنونه تفيده سابت البيت وغضبانه وراحت قدمت شكوى في النيابه ضدي. يا خراشي يا خراشي، معلش يا عبدو، احنا كده الحريم لما بنكبر بنتجنن. والله انا خلاص دبت دبت دوب مودكاني والله. وكل ده عشان ايه؟ قال ايه؟ اتجوزت مريكا عليها. معلش يا اخويا، احنا كده صنف الحريم زي الفريق، ما بنحب الشريك. ولا على راي المثل، لو كانت مهنياني ما كنتش اتجوزت عليها تاني. اني بتتفضل يا عبدو، اتفضل. زاد فضلك يا ست، زاد فضلك. بس انا عايزك في موضوع كده بسيط. انت كلك مروه وانسانيه، كلك انسانيه، يا ريت تروحي لها بس عشان تعجبيها وتعقليها وتجيبيها وتقولي لها ان البنت زينب بنتها يعني اتقرت فتحتها، فتيجي تفرح معاها. الف بركه يا سي عبدو، زينب خلاص اتحلت عقدتها. والله والفضل لمين؟ لماريكا. الله يخليك يا ماريكا، ربنا يسترها معاك يا ماريكا، تدخلي جنات وان شاء الله قريب يا ماريكا. والله ست لولاها ما كانت الجوازه دي تمت، ولا كنت هسمح للواد ده يدخل عتبه البيت ابدا. معلوم يا اخويا معلوم، ماريكا نصحه خواجايه، النصحه بتشخر من عينيها. معلش بقى ان مش زينا خالص والله بجد يا سي عبدو، عارف احنا رحنا في مناخيرنا وبنتزرزر بسرعه قبل ما تفرح بعجل زينب. الله يخليكي، ونفرح بعجلك برضه، ولا انت يعني خلاص قفلت الباب في وش العرسان؟ انا يا اخويا لا قفلتش ولا حاجه، بس لما يجي اللي في بالي يا سي عبدو هوافق على طول. والله حقيقي، والله حقيقي، بس اصبري انت، اصبري، هيجي ويهنيك ان شاء الله. يسمع من بقك ربنا يا سي عبدو، مين عارف ابات عزبه اصبح في رقبه راجل، اهو يعوضني عن السنين اللي فاتت. والله حقيقي يا ستي، بس النبادي العريس ده هيجي على ايديا انا. موافق يا سي عبدو، بس بشرط يكون ابن حلال وطيب ودمه خفيف واسمراني كده، وانا وافق على طول. والله موجود، والله موجود، موجود يا ست سعديه، بس انت قشري. قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. انا جرايا وليا، انت استحلتي القعده، ما تقومي تشوفي مين على الباب. مساء الخير. اهلا يا ست سعديه، ايه الخطوه العزيزه دي؟ مساء الخير يا سي فوزي. مساء الخير يا ست سعديه. مراتك وحشه، تشلقها. انا يا اخويا كنت محوده من تحت العماره، قلت اطلع اسال عليكم. قولي كلام غير ده يا ست سعديه، انت عدم المؤاخذه مش جايه لنا احنا، انت جايه للجاره الغاليه تفيده. اهلا يا سعديه. اهلا توتي. ونبي يا اخويا كانت وحشاني، دي اطعبيه حبيبتي. وحشتيني يا اختي. اقعدي يا اختي، كان نفسي اجيلك وازورك، بس اعمل ايه؟ خفت حد يلمحني. قطعتي بيا توتي، قطعتي بيا، بقيت وحدانيه يا حبيبتي. يا اختي فين ايامك يا اصيله طيبه يا حنينه؟ والعيال احكي لي عاملين ايه مع اللي ما تتسمى زمانها فرحانه فيا وشبتانه فيا؟ بقول لك ايه يا تفيده، ما تساليش عن العيال. العيال دول لو انت وحشتيهم كانوا جولك وسالوا عليكي واتطمنوا عليكي، انما دول عدم المؤاخذه ما صدقوا انك مشيتي من هنا ونسيوكي من هنا. يا اختي اي سي فوزي، خليك يا اخويا محجر خير، مش كده؟ دول ولادها برضه، ما تقسيهاش على ولادها، ما يصحش. دول مهما كانوا ولاد بطنها، لا هم هينسوها ولا هي هتنساهم. قولي لي يا سعديه، ولادي عاملين ايه معاها؟ عاملين ايه معاها؟ اللي ما تتسمى ماريكا بنت ما تلجى حسبي الله، النصحه بتخر من عينيها. يا اختي الوليه ما صدقتش انك مشيتي من هنا، وهي فرجت جناحتها وقعدت وش تربعت، فاكره نفسها ابو زيد في زمانه. وهو شوف يا اخويا، بتقولي وهو قلبك خلاص رقله هو؟ ولا على باله يا اختي، طالع متهني نازل بيغني. طبعا خلاص اتجورق له مع حبيبه قلبه كده.
إن ما لوتوش ما بقاش أنا تفيدة. الله في سماه لا أرفع عليه قضية في كل محاكم مصر. مش هو الواحد، هو والدكتور اللي ضيع عليها ضناها. معك حق يا شي فوزي، سمع أخوكي كلامه عاقل إزاي؟ اوعي تتعاطفي معاه ولا قلبك يرقله يا توتي. اوعي اوعي ترجعي له، يعني عشان ترجعي يعني تتشرطي وتتقرطي وتتنططي وتقولي له هي كلمه ما فيش غيرها، عايزني تبيع التانيه وتشتريني. صح، هو ده الكلام التمام. عايزها يفض ايده من ضرتها، مش عايزها يبقى يا ويلو يا سواد ليلو، حجرجره في المحاكم محكمة محكمة، حبيته بقضية وصبحه برازية. ألف مبروك يا جماعة، ولي العهد جاي في السكة. الله يبارك فيك يا دكتور، اتفضل استريح. لا حاسب الشنطة، الشنطة. حبيبي مبروك علينا حبيبتي. مبسوط طبعا طبعا، بس يا رب يطلع شبهك. انا كنت عارف يا دكتور، بس انا عندي خبره بالحاجات دي. والدتي لما كانت بتولدني كنت بشوفها وهي بيقولوا لها نفس الكلام ده. بس المشكله انها عروسه جديده وما عندهاش خلفيه بالمواضيع دي يعني. خلف الف مبروك يا استاذ. الله يبارك في حضرتك يا دكتور. شكرا. مبروك يا هانم. الف مبروك. شكرا. اتفضل يا دكتور. الشنطه يا دكتور تقيت وقعت عليها وتنساها. هي مش بتاعتك ولا ايه؟ ايه يا دكتور راح فين؟ الباب من هنا. انت ملخبط خالص. اتفضل اتفضل. ميدو. ايوه ايوه يا علي. ميدو نعم يا قلبي. انا هموت يا ميدو. لا بعد الشر ما تقوليش كده، فضل الله ولا فعلك. هموت يا ميدو. يا حبيبتي ما تقوليش كده، في ستات كتير قوي لما بتولد بتموت. لا لا لا، دي تجارب بسيطه، واحد في المليون. واحد في المليون؟ مش يمكن اكون انا يعني الواحد اللي في المليون ده. اوعى يا ميدو، اوعى لما يجي البيبي تجيب له مرات اب، عفريتي هيطلع لك كده وهيطين عيشتك. ربنا يخليكي ليا يا عمري، ونعيش مع بعض، نعيش مع بعض في نبات، ونخلف صبيان وبنات يا رب. ايه ده؟ ايه ريحتك دي؟ ايه في ايه يا ماما؟ ده بصل، واكل بصل؟ لا لا لا، توم توم. ريحتك وحشه قوي يا احمد. طب اعمل ايه؟ ومستحمى يا احمد. استحمى تاني؟ مش قادره. ريحتك سته دوش لغايه دلوقتي حرام، مره بصل ومره توم ومره شوكولاته. ايه ده؟ بطني اتقلبت. طيب طيب يلا يا ميد. ده ايه ده؟ ده انا جسمي داب من كتر الحمى. مش قادره. احمد. منى. منى؟ قصدي الفيلم، الفيلم اللي احنا كنا بنشوفه ده بتاع احمد ومنى. شفناه امبارح. لما كان متجوز اتنين. ايه عملتي لما كان متجوز اتنين؟ فاكره افلام. افلام. انت تجوز اتنين انت؟ ده موتك. لما المضيفه قالت للمضيف وابنه طالع. ايوه. الست دي ما بتفرقش ضله ابدا. ولا الفيلم بتاع فريد شوقي فاكره اللي متجوز سته؟ ايوه، اللي هو الزوج العازب ده. ايوه فاكره. عمال عماد بولي منمرهم له. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، كلهم بالنمر. بس الحمد لله انا ماشي من غير نمر خالص. بتتوحمي؟ هو انت لحقتي؟ قصدي يعني كنتي قعدتي شويه اتفسحتي واستمتعتي بوقتك؟ طبعا يا حبيبتي، جايالك على طول. يابا انا مش عارف ايه اللي عجبك في الراجل اللي متجوز عليه كده. بختي الاسود وعيتي السودا المنيله بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مش نفسك راه مش عارف. سيبك منه، ده اكابر البلد يتمنوكي، وبعدين ده لا من سنك ولا من مقامك. بص خالص، مالكش دعوه خالص بالموضوع ده يا محمود لو سمحت. انا ما اقصدش، انا بس بنصحك. مالكش دعوه، ما تنصحنيش. وبعدين ده كفايه كفايه اللي حصل لي في حياتي يا محمود، وانت عارف ظروفي كويس. 15 سنه في رقبه راجل قد ابويا. نفسي استمتع بحياتي، نفسي اتمتع بكل اللي فاتني. وانت لما تيجي تستمتعي تستمتعي بواحد اصغر منك واقل منك مقاما؟ ما هو بصراحه انا حبيته كمان يا محمود، وبعدين هو متفاهم ظروفي كويس. وبعدين عشان تبقى عارف انا اشتريته. اشتريتيه بفلوس؟ اولا ده بقى ما بيهموش الفلوس، ولما بيقع بيقع واقف ومتجوز واحده تانية غنيه. بس عارف يا محمود، احمد ده مش طماع خالص، وعينيه مليانه. واحد غيره كان مص دمي. طب وبعدين واخره نص الجوازه دي ايه؟ يبقى الحال على ما هو عليه.
خلاص يا نور عيني، انا هتصل بالاوتيل النهارده يخلصوا لنا حسابنا، وهتصل كمان بشركه الطيران عشان يجهزوا تذكرتين على اول طياره. الله. لا 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 يا احمد، لا لا بلاش، ريحه البارفان تعباني قوي. خلاص يا روحي بلاش برفان، بلاش بلاش يا نور عيني، بلاش. شمع شمع. لا افتح لي شوشو. شوشو؟ شوشو مين؟ شوشو عايزاها عشان عايزه اتكلم معاها في شويه حاجات كده ستاتي عشان البيبي. ايوه مين قالها تيجي؟ انا يا حبيبي انا. وكل حاجه انت. معلش. لا يا حبيبتي على مهلك على مهلك. اه يا ميت. ايه؟ انت اللي جابك؟ بتتوحم. ايوه ست الحسن والجمال بتتوحم. ايوه بتتوحم. انت اللي جابك؟ اللي جابني يعني ايه؟ وطي صوتك، وطي صوتك. هتبوست. ايه؟ نهار اسود. فزعت كده ليه؟ افضحيني. انت مراتك على سنه الله ورسوله. بوسه بوسه دلوقتي. اه دلوقتي حالا. بعدين بعدين هجيلك. بعدين بعدين هجيلك. هجيلك بعدين. روحي. شوشو. روحي. روحي روحي بعد الشر عليك. ألف بعد الشر عليك يا بابا. إيه اللي حصل ده؟ معقولة؟ معقول يا ترى؟ لولو عايزة بقى ولد ولا بنت؟ ولد. عايزة ميدو. ميدو صغير. ميدو صغير؟ مش كفاية عندنا ميدو كبير كمان؟ صوري أنا أقدر أعرف لك إذا كان ولد ولا بنت. إزاي يا شوشو إزاي؟ أكشف عليكي وأقول لك. يلا يلا. ايه ده يا شوشو ده؟ ما هو ده الكشف الحديث، الواحد يعرف اذا كان ولد ولا بنت. اعيدك اعيدك. اه يا حبيبتي. اه بعذر معاك. يلا يلا ربنا يكملك على خير. تعبانه قوي، تعبانه. الوحم تعبني قوي. قال لي الهنايا مش هيخليني اعرف اتمتع بشهر العسل. ما هو انت يا حبيبتي لخمتي نفسك بالعيال والحمل ولو ايه ده كلام؟ انا بمزاجي يا شوشو، ربنا عايز كده، ده اللي حصل. ونعمه بالله على بركه الله. يا شوشو بالراحه بالراحه. ايديكي على بطنها تيجي في عين الواد، الواد يطلع عينيه مطروفه. شوشو احنا نازلين مصر بكره يا روحي. انا معاكم، انا معاكم بكره، مش هسيبكم ابدا، عمري ما هسيبكم ابدا الا بالخناق. بطل حسن ميدو. نعم. عمري. تحبيني حبيبي؟ ها؟ تحبيني يا روحي؟ اه بحبك قوي. بحبكم كلكم الحقيقه، كلكم. كلنا مين يعني؟ انتي وماما والبيبي وخالتي سعديه وسلام الكل لاهل البلد وعيله حماد في شبين الكوم، يعني كل الناس. واسمع اغنيه ظلموك. حلوه قوي الاغنيه دي. ادي تليفوناتنا يا روحي كلها لشوشو. ها؟ طبعا طبعا يا روحي، طبعا طبعا حطيها كل التليفونات. غير غير. وبعدين؟ في ايه؟ في ايه؟ قال ابراهيم ابوك. ابوك ابويا. ست السعدية رحت لها؟ رحتش يا اخويا، ويا ريتني لا رحتش ولا جيت. اخوها مقاسيها ومشخن دماغها، الولية قاعدة على نار حامية لدرجة انها مش طايقة تسمع اسمك. يا ساتر يا رب. قلت لها يعني ان بنتها اتقرت فتحتها؟ ايه قلت لها؟ ولك انها سمعتني ولا اهتمت ولا اي حاجة، وقالتش انها مجرجراك على النيابة مجرجراك. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. تعبت يا رب، تعبت يا رب، والله تعبت يا ست سعدية. يا ساتر، إذا كانت كويسة الولية دي، إيه اللي جرالها؟ إيه اللي جرال عقلها؟ مالها؟ كانت هادية، إيه اللي خلاها عصية بالشكل ده؟ الجوي على الميدان أمر مش سحري يا سي عبدو، وشفيدة طيبة وعلى نياتها بتصدق كل اللي بيتقال لها. خلاص يا ستي طيب، هعمل إيه بقى؟ يا فين يا سي عبدو؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. اسم الله يا سي عبدو، اسم الله. عين والنبي يا أخويا. أنا يا فين يا سي عبدو؟ خش انا عايزاك، اصل انا معذوره فيك في كلمتين. تعال. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. انت خايف ليه؟ ده انا جار وجار اعز حبيب. بس انا خايف من حكايه
الست اللي فوق دي مريكة دي هم روخة هم كبير والله، يعني هبقى مع هم التانية وهم مريكة كمان، مش ممكن. اتفضلي يا ست. امال طبعا من حقها، خلاص بقى اتحكمت، مشيت الاصيله وعادت لك العويله، فدت ورا مراتك لحد ما طفشت ام العيال. خش تعالى زمانها اتخملت، ما تخافش منها. تعالى طيب. يا عبد خش تعالى. والله يا راجل تعالى. والله ده ما تعصلكش بقى، خش وتعبده. ساتر ساتر. احكي لي يا اخويا، احكي لي عامل ايه مع جوز النسوان العقرب اللي عندك دول؟ احكي لك ايه ولا ايه؟ احكي لك ايه يا سعديه؟ ده انا تعبان شويه مع مريكا وشويه مع تفيده، اعمل ايه لما خلاص؟ انا لو قعدت سنتين احكي لك مأساتي مش هيخلص الكلام. هاني عليك يا سي عبدو، هاني عليك، احترتي واحتر دليلك في كهن النسوان اللي عندك دول. والله غلطه عمري، غلطت غلطه عمري اللي انا اتجوزت الخواجايه دي رخرة. معلش يا اخويا نصيب. قولي يا سي عبدو، تشرب القهوه ساده يا اخويا ولا اشعرها لك بلحسه سكر؟ لا قهوه ايه، تسهرني. تفنجل عناية كده وانا عاوز اطلع انام اتخمت. بعد الشر عليك يا سي عبدو من الخمده ان شاء الله عدوك. يبقى تتعشى بقى، انا عامله يا اخويا فضلك خيرك طاجن باميه باللحمه الجون. لا انا ضد اللحمه، انا ما بتقطعش لحمه، اعملي معروف. وبعدين كتر خيرك يا ستي في مناسبه تانيه. تانيه بلا تانية بلا تالتة، هو انت بتعدي عليا حتى؟ ده انا باخدك خطف يا سي عبدو، طالع نازل على السلم الا ما بتفكرش تخبط عليا وتكبر خاطري بزياره يا وحش. بيني وبينك الاتنين نسوان عينيهم كده عليا مفجله، لو واحده منهم بس حست اللي انا هوبت ناحيه بابك يقطعوني حتت ويحطوني في الكياس. بعد الشر عليك متشقشه يا سي عبدو. يا اخويا اديك فقت من واحده، عقبال التانية يا رب. بيني وبينك أنا ناوي إن شاء الله أتخلص من التانية برضو.